الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث، حديث كسدحات، كتاب إصلاح المجتمع. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث كان صحيحة وحاورني صحابي لأورنجري النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سقي أبيه با لبس صحابي بأهاين. نعمان وحكم ذها دتك مدينة النبي قلتك عليه الصلاة والسلام، ونمنك لأورنجري الأوس والخزرج أسقون خزرج جبوها. وحو عام كويها سيدة الإمام الواقدي والشاقي ننكي اوه الرئيي مدينة كلشة وإسلام أول مولود في المدينة وبالإسلام وي بوها قفك اوه الرئيي ومقال ذا مدينة كلشة مركي النبي قوها جرى عليه أفضل الصلاة والتسليم. حوير النبي وحن كم مغلي أساقوا له حلاشو ويعدها حلاشو ويعدها وحي حلاله ووحي إلهي كتاب كيسا وكحل عليه نبي عليه الصلاة والسلام سنة ديسا وكحل عليه حلاش ويعدها وحوك لو يري وحرامتا وإلهي حرامتا نمي أيضا وعدها هذا لبضب ويعديهين قرآن كنا وعده سنة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وعده قرآن كهد إن بدن باتكو أركيسان حيالها خمرك إي خنزيرك iyo maaragtay zinada ee ribada ee mabla tirin kara maaragtay sunnaduna way cadeysay iyaduna nabigu wax badan buu noo cadeeyay ee athmaanta haa yani thamanul kalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun hulwanul kahini khabithun wa thamanul hijamati khabithun in badan baa sunnaduna noo cadeysayo waxyaalo badan oo nala ka reebay oo noo bannaaneyn أي سنظنا نوع الديساء والنبي نوع الدي عليه الصلاة والسلام لبضى وحا أدى حايا أمور شبهة كجرته وين عدين إني من الحرام أم من الحلال إني وحي ما وح حلالها وح يعني إلهي حاران تنمي داد بضن أين قرنين داد بضن أرنتا كم مجتمع كم إذا آنو عدين وحا سوق ليسا وحي العنى هاي وحا سوق لي وحي العب هاي waxaa soo galay wixii la xiranayay waxaa loo soo galay mankaxii waxaa soo galay umur aad u badan ba soo galeysa marka arimo badan oo dadku garanaynin oo markaysa labada u dhaxeeya ayaa jira qofka marka warac ah oo maaragta raba inuu diintiisa ilaashado oo cirdigiisa ilaashado oo maaragtay ayaa nabigu xiray alayhi salaatu wasalaam فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قفك كدير هذا أما اسكدور ميلها الشبهات كا وحو مركا بري كدقي أو بري لنغضي دين تيسي شرف تيسي وإلى شغي ودورت دين تيسي ودورت مثال آدو يا بضنبو كاني نبي عليه الصلاة والسلام أو يعني قفك iska ilaaliya diintiisi waa amni galeysa diintiisi aamin bay u noqonaysa cirdigiisi aamin buu noqonaya qofkii ku dhaca shubuhaadkana waxa weeye wuxuu ku dhacayaa waxay u geynaysa xaaraamti bay u geynaysa karaaci yaraa xawla alxima mithaalka waa kan nabigu calayhi salaatu wasalaam nin xoolo la jir ah oo xoolihiisa ku wareejinaya ama daaqsiinaya qof beertiis يعني حدود هذا أما بيرتا جيس هذا أما بيرتا وريج هذا مركا هدي حولها جي بيرتا قفك أي كوريجان آخر كوي قل الميل أم بي
كجليان مركز النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وحيري بقر كستا حدود بوليه سودين بوليه إلهي وبقر كبقر رضاه وأدون كان عرك يقولك أنت كجر تبع أبوري محارم بوليه ماركيسا سودين بوليه سودين تيسونا وحاوي وحي إلهي سبحانه وتعالى محارم تيسا إن لقد ديراده وان لقود عنين قفك دو شبهات كور وريبه وحي أجينيسا محارم تي إلهي سبحانه وتعالى ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله جرك وحا كجرة حبين يرى أما عد يرى مضغة ووح مرء على لنكره وودنها هدو ودنها سو هقاقو ودنو هدو هقاقو جركو رو هقاقية وأنا قلبي مركا حديث كان فنتي وحو كجرة أفر حديثه اللي يراهدو علمدو أي يراهدان تعاليمت إسلام كو رنبا كو ريقيسة أفر حديث أو اللي يراهدو تعاليمت إسلام كا حالنا وحن كسوها اللي أفر حديث أما أفر قاعدو أو اللي يراهدو القواعد الفقهية متكمدة شن قاعدة وي أفر تكلنا وانشيق الدونة وقت يعني مناسب كتاي لكن هل كان أفر حديثه تعاليمت إسلام كو رنبا ليهدي لأوروريو أفر تا حديث كما بحضو مذو حديث كان هدا أنكاه اللي نوه وحاوي حديث كأن نعمان بن ثابت صدح ذاك لوحي كليين كي أن صور عفنا أقول رأيي إنما الأعمال بالنيات متك صدحاتنا وحاوي إزهد في الدنيا يحبك الله الدنيا ذاك الزاهد ويعني ما أركز زهدي قال إلهي باكو جعلاني كان أفرادنا وحاوي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قفك إسلامك إسلام لماذا وناك هذا وحا كم ذا إسلام لماذا يسا وناك هذا وحا كم ذا إنو كتك وحو سنشغى كل هين إنو سندحق لين وحو سنشغى كل هين مالك حديث كان وقاعدة آذي آذي وينو إنو كلا بنيني إنو كلا عديني حلاشي حرامت حلاش هو عداي حرامت نو عداي كورك هو حلال زيند نو حرام قناعسك هو حلال ربض هو حرام وعدهي وحكست وإلى إنه إلهي وأنه عدي سبحانه وتعالى لكن وحاجرة أرمه مثال أهم حنكوسين يا حديث باجرة نبي يقولي ثمن الحجامة خبيث يعني إن لقش قيستو ديك للداديو أو العقل قاطه ماركتي محل يره هذا وخبيث تدبى كدوضي وغضب غضب كلمة حوي محال لي إلى هذا ولمضوا وحي حجامة أما توبينك قف كنو ليك دا سكدا ذيو أي شيئين إن مفطراتك حيالها صنق الجبيع كميتاي حديث كلنا وحلي هاي نبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الصقو صومن بو استوبي لبدا كيق هذا نيسا مرك لبدا كيق هذا نيسا وحاورع كجرة إن هذا استوبينين si aad uga baxdid shubhada iyo shakiga aad uga baxdid oo soonkaaga kugu nabad galo oo soonkaaga kugu nabad galo xayaala xadiidkan uu caamka ku yahay waxa kamida qofka inuu wixii shaki ka galo dhan ka tago daac ma yureebuka ila ma la yureebuka aad ka shakidid oo diintaada iyo cirdigaaga aad uga shakidid faraha ka qaad nabiga timir wada taala ayaa la yiri qaado cun مركز سير عليه الصلاة والسلام فرها كقاضي إني صدق هذا كم من غطى صدق هذانا النبي محمد يأهل كيسة وما بنانا حديث كان وحوك أهل يا قلبك حن جعل هنا دول استاق قلبك قلبك هو حبين ير لكن وإن جينك جرك وضع جرك أنا ذو جيدد قلبك أيا وضع قلبك أيو رعصين يهي قلبي وحلو بحيي وإشرف رقاه ويسرف رجع وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب ويسرف رجع مركو عافمات كغوا سبو أدغمة مركو حنون سنيها نسبو أدغمة مركو حول الله يسبو أدغمة مركو صل حول الله ينسبو أدغمة قلبي كان وماشي جرك لقى حكمه هدو قفكو قلبي جيسو ويهي قلبي وناكسن وعافمات غوا جركنا جرع عافمات غوا وحلاش قوتا وحرام تكدير هذا أي نغنية هدو قلبي يقول لكن ويهي قلبي جرهن وماركت قلبي أنا عافي ما أضغب هدو نغضه وحاوي مركز دنبه
wuxuu kuu geynayaa waxyaalaha hadda laga hadlayo oo xaaraamta ah oo dhan. Ibnulqayim qalbiga saddex buu kasoo qaaday. Wuxuu kaloo ka hadlay nebiguna aada ugu dadaali jiray qalbigiisa, aad iyo aada ugu dadaali jiray, yaa muqalib alquluub thabit qalbi calaa diinika, inuu qalbigiisa nadiifin jiray, inuu qalbigiisa qalbigu waa madoobaada xadiidka Xudayfata ibn Lyamaan ilaa uu noqdo kaljuuhi mirbaadan aswadan, ma arkaysaa dhuxul oo kale uu noqdo. Kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. Marka qalbiga in la nadiifiyo, Ibnulqayim wuxuu leeyahay qalbigu waa saddex: qalbun saxiix, wa qalbun saqiim, wa qalbun mayit. Qalbi maaragta saxiix oo caafimaad yacni toosan, qalbi saqiim oo jiran, iyo mid ma arkaysaa mayd a wey. Qalbiga saxiixa waa qalbiga muminka wey, oo qalbi saliima wey, qalbi saliim aan cudur qabin wey, oo maaragtay wixii xalaashi xaaraamti kala garanaya, cilmi naafica iyo muraaqabada ilaahay, ilaahay ilaalintiisa, ka cabsashadiisa, rajadiisa ilaahay inuu maaragtay isu dhiibo. qalbiga saqiimkana qalbiga munaafiqiinta iyo qulubta jiran wey, iyo qalbi dhintoo qalbiga gaalada ah. Saddexdaas uu qeybiyey. Haddaan soo duuduubno xadiidkan oo ah qaacido weyn oo qawaacidda islaamka ka mid ah, waxaa la doonayaa in wixii xalaalana aad ku dadaashid, wixii xaaraamana aad ka fogaatid. Waxyaalaha aad loole yacni muhiimka ka mid ah oo muhiimka waxaa ka mid ah qofku inuu waxyaalaha xalaasha uusan xaaraanti nimayn. In badan dad baa waxay xaaraanti nimeeyaan waxyaalaha xalaasha ah, oo garanaysaan saddexdii kooxdii saddexda qof ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam markii cibaadadiisii looga sheekeeyey. Nabiga cibaadadiisii bay aada iyo aada u maaragtay ay ula yaabeen ama u badsadeen. Waxay nabigii isagoo nebi hadduu saa u cibaadaysanayo innaga oo maaragtay dad caadiya ah, midkood wuxuu yiri weligay guursan mayo, midkoodna wuxuu yiri weligay salaad baan u taagnaanaya, midna wuxuu yiri weligay waan soomanaanaya. Nabigu calayhi afdalu salaatu wataasliim yacni uu aada buu ula diriray, wuxuu yiri anigu ma arkaysaa waan salaada waan tukadaa, waana seexdaa, waana soomaa, waana afuraa, waana guursadaa. faman raqiba can sunnatii falaysa minii fii riwaayatin falaysa min ummatii, qofka sunnadayda iyo wadadayda ka leexda ummadayda ka mid ma ah. Sida la doonaya inaad xaaraamta uga fogaatid, ayaa waxaa la doonayaa waxa xalaasha ah inaadan xaaraanti nimaynin, oo aada iska ilaalisid takfiirka dadka oo la gaalaysiinayo. wax kasta waa xaaraan, waxa muslimiinta ku jiraan oo dhan, kooxaha noocaas oo kale ah oo maaragtay xataa yacni ma arkaysaa wax kasta ka xaaraanti nimaynaya ummadda wixii ilaahay u xalaaleeyey ayaduna waa cudur jira weeye. insha allahu tacaala darsigeeni maanta halkaasuu ku eg yahay.